غالبا ان حتى اللجنه ما غاديش تكون في ما يخص المدونه، وان المدونه تاخذ المسار العادي والمسار اللي تمشي في هذه التشريعات. اذا كذلك انها جاءت مكتسبات على سبيل المعتبر على سبيل المساواه بين الرجل والمراه. وغادي نذكر الفصل الذي هو كان الفصل الفار ديال المسؤوليه المشتركه ما بين هذاك الفصل اللي فرحنا به، لان المسؤوليه المشتركه بين الرجل والمراه في تدبير الشؤون الاسره وما الى ذلك. انا ما عنديش وقت باش نبقى نهضر على هذا الفصل. اذا هاد المكتسبات افرزت رغم ذلك افرزت هذه التجربه اختلالات لا علاقه هذه الاختلالات. علاش قلت انا السياق هذا لا علاقه بالمناخ السياسي هو السياق المجتمعي اللي وقع صدور هذا القانون. اولا حتى عرفوا في هذه الفتره كان واحد التصاعد ديال المد المحافظ في 2004 وما قبلها دوليا، وهذا المد كان حتى في المغرب، وحنا خير دليل على ذلك هي المسيره المليونيه اللي عرفها المغرب، عرفتها مسير وما يعرفوا مسيره الدار البيضاء. هذيك عبرت لنا على المد الى اي حد وصل في المغرب. انا تنقول انا ذلك. اذا هو عرفت كذلك مناقشه المدونه الصراع ما بين المحادثين والمحافظين اللي مضطر ان هذيك اللجنه اللي كانت تكونت انها تحاول ان توافق بين المرجعيتين، المرجعيه الحداثيه والمرجعيه الاسلاميه، والمد الاسلامي ديك الساعه كان هو الطاغي. اذا هذا هو التناقضات اللي تكلموا عليها كلهم، اننا تلقاو تدبير المسؤوليه المشتركه في تدبير الامور بين الرجل والمراه، تلقاو النفقه للرجل، وتلقاو الولايه للرجل، وتلقاو اذا هذا تناقض في المدونه، لان المدونه كلها متماسكه وخصها اذا نصت على المساواه ان تنص على المساواه في جميع مقتضياتها. ما يمكنش نلقاو بان تدبير الاسره المسؤوليه المشتركه والولايه للرجل والنفقه على الرجل واقرار بالبنوه الى قرار الرجل كيتخذ الولاد او المراه الى اخره. ما عنديش الوقت باش الى جينا نقلبوا على المقتضيات التمييزيه والمقتضيات المتناقضه في مدونه الاسره خصنا لها تاهيل تحضير ونهار. اذا وكذلك كيف ما جاء معنا الاستاذ استاذ الرتاح ولا الاستاذ انس، هي ان الدكتور عسير هضر على ان العقليات ديال هذاك، ان لقات من ضمن الاشياء اللي حالت دون التطبيق السليم لمدونه الاسره هي العقليات اللي كانت ما زالت تشتغل بعقليه مدونه الاسره. كان الانتقال صعبا بالنسبه للافراد ذات المجتمع، الانتقال من عقليات الاحوال الشخصيه الى عقليات قانون الاسره ومستجداته ومنفذي القانون ومطبقي القانون، تهما من هاد الناس اللي تهما عندهم هاد الريزيستونس وعندهم هاد العقليه اللي كانت ما انتقلت. اذا هاد في هاد الظروف كلها من المنطقي ومن الطبيعي ان المدونه الاسره اليوم اصبح متجاوزه، وان المدونه انذاك جات في ظروف معينه. اليوم تنظن ان العقليات استانست شيئا ما بقانون الاسره، ان المجتمع هنا تغدر مع انتظارات النساء بحكم اشتغال عن قرب مع المجتمع من خلال مراكز الاستماع. تنظن ان العقليات مابقاش كيما حنا نحسوا بان العقليات وان المجتمع غير مستعد، ان العقليات اليوم مستعده ان قانون الاسره يكون قانون حداثي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.